كديري لاباس عليكم؟ بخير، شخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ نتمنى يا ربي كلشي يكون في صحة جيدة، واللي كيدخل اول مرة كيشاهد هذا لا فيديو هذا ما ينساش انه يضغط على زر ابوني، زر اشتراك، باش يبقى يتوصل اي جديد، وما تنساوش تدعموني. صراحة اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي هي يعني مريت من هذه التجربة، وهكا قلت نشاركها معاكم، يعني حيت كنشوف بزاف ديال الناس كيعانيو من هذا المشكل. ديجا فاش كنت كنقرا كنشوف بزاف ديال البنات كيعانيو من هذا المشكل هذا، وبزاف بزاف بزاف صراحه بزاف. ضروري ان الانسان غادي يكون كيعاني من هذا المشكل، ضروري، يعني ماشي كلشي صراحه. انا ما كنعانيش منه غير واحد الفتره، انني كنت يلا درت الكسيده وكنشرب الدواء، هذاك الدواء زاد خرج لي على الضروس وعلى السنان، صافي بديت كناخد الدواء واسناني كيتهرمشون، ما عرفتش بحال هكا كيبقاو يطيحوا، وولات ليا بحال الريحه بفمي. اليوم جبت ليكم واحد هكا تصايب واحد الماء اللي تشلو بيه فمكم، مواد اللي هي طبيعيه صراحه، بلا ما تحتاجوا انكم تمشيو عند العطار ولا هذا، تقدروا تصايبوه لراسكم. وبقيت كنعاني منه بزاف، وجات واحد الفتره انني جيت للدار، مشيت عند واحد العطار وخديت داك الماء، صراحه لقيت واحد شي حاجه اللي متوفره عندنا، شي حاجه اللي رخيصه الصراحه، قلت علاش لا ما نصيبوش راسي. واليوم جيت باش نشاركه معاكم، وصراحة انا ما عنديش المكونات كامله، مي انا غنقولهم ونعاودهم لكم باش تحقلوا عليهم. هما يعني مكونات اللي بساطين وسهلين، متوفرين في اي بلاصه، عند اي عطار، عند المهم متوفرين، غادي تلقاوهم، ماشي شي حاجه اللي ما غاديش تلقاوها. وما تنساوش تدعموني بابوني. يلا نخليكم باش نوريكم المكونات. قبل ما نشارك معكم يعني المكونات ديال داك الماء اللي غادي نشلو بيه فمنا، جبت لكم واحد صراحه واحد العشبه، ولا ما عرفتش شنو غادي نقول لكم، هو اصلا عشبه اللي مزيانه بالنسبه للناس اللي عندهم الريحه في الفم دائما كيعانيو منها. جبت لكم القرنفل، انا عندي غير هكا مدقوق، حيت ملي كانوا كيضروني دراسي ولا هذا كنديرو هكا فوق دروسي غير باش يبرد عليا داك الحر. مهم، ها هو القرنفل المدقوق، جبتو لكم هذا، غادي نشدوه. الناس اللي قلت لكم كتعاني من الرائحه ديال الفم، غادي تشدوه قبل ملي تفيقوا هكا في الصباح ولا اي وقت، يعني كتغسلوا فمكم، غادي تاخذوا شويه ديال القرنفل وغديروه مع صينيال، صافي، وغادي تغسلوا به فمكم، يعني عادي بحال كتغسلوا صينيال عادي، غادي تغسلوه به هكا. المهم ما كتبقاش الريحه، يعني هو اصلا القرنفل فيه واحد الريحه زوينه، وكيخلي واحد الريحه صراحه واعره في الفم. ودابا جينا نهضروا على هذاك الماء اللي غادي نشلو به فمنا. هذا الماء هذا غادي تشدو ورق الزيتون، غادي تشدو السواك، غادي تشدو ورق الكاليتوس، عقلو، ورق الزيتون، السواك، ورق الكاليتوس، واللي عنده حتى عرقسوس حتى هو يشدو، وتشدو مزيان، تصبخو مزيان في الماء حتى كيعطيو هاد اللون هكا، بحال هاد اللون هذا، درا انا مصايبه في حال هاد اللون هذا، صافي. وكديرو في قرعه، وكل مره تشلو بيه فامكم، يعني هكا ثلاثه المرات، المهم اي مره تشلو بيه فامكم، حتى الناس يعني اللي كتعاني هكا من هكا من سنان وكتاكل الحلاوه وكتعاني منه، يعني يكون دائما هذا عنده، تشلو به فمكم، صراحه فيه واحد الريحه اللي واعره. نعاود لكم المكونات: السواك، ورق الزيتون، ورق الكاليتوس، اصلا معروف ورق الزيتون الناس اللي اللي كيكون مريض ليهم اللحم، مريضان يوم داك يعني هكا كيديروا بالشيتا، كيحكوا بالشيتا، كيبدا يسيح ليهم الدم. ورق الكاليتوس حتى هو معروف انه كيديروه ليه،
كتشدوه كتبخوه كتشلو بيه فهمكم، يعني هادو غتجمعوا ثلاثه ديال ربعه ديال المكونات، يعني ماشي بالضروره يكون عندكم عود العرق اللي هو عود هذا عرق سوس، ماشي بالضروره انه يكون عندكم، المهم هاد ثلاثه المكونات كافيين. تخليه حتى يطلق مزيان، حتى يبرد داك الماء ويطلق مزيان ويعطي هاد اللون هذا، صافي وديروه في القرعه. ايوا ما تنساوش دعمكم ليا ودعواتكم معايا بالشفاء، بارطاجيو مع صحابكم باش يتابوناو عندي في لاشين. نخليكم